هتفضل قاعد متضايق كده؟ انا مش عارف اعمل ايه عشان ابسطك. صدقني بحاول اقنعه من بدري. يا زيوس يا حبيبي حاول تفهمني. اولا انا مش هغيب كتير، ثانيا دي مش اول سفريه اسافر واسيبك فيها. بس انا نفسي المره دي اجي معاك بريتشي، وانا من زمان نفسي اقابل شيوخ البريه واخد بركتهم. بس انا مش رايح اتفسح، ده شغل وما ينفعش انك تيجي معايا. وبعدين تعالى هنا، ينفع ان انا وانت نسافر ونسيب البيت من غير راجل يقعد مع والدتك؟ اذا كان عليا انا ما تشيلش هم. يعني انت موافقه انه يسافر معايا؟ وليه لا، ده هياخد بركه شيوخ البريه، ودي نعمه كبيره يتمناها اي اب لابن. انتوا ليه مش قادرين تفهموا ان انا مسافر في مهمه امبراطوريه رسميه؟ خلاص يا ولد، سافر انت بالسلامه وربنا معاك. زيوس، خليك ولد مطيع واسمع الكلام، افرد وشك وادخل اوضتك وما تخرجش منها غير وانت لابس هدومك عشان تسافر معايا. بجد انت احسن اب في الدنيا.